في مستهل حفل افتتاح المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية في باري، نقل رئيس أساقفة المدينة المونسنيور فرانشيسكو كوكاتشي تحيات قداسة البابا فرانسيس للمشاركات في هذا اللقاء الدولي، مؤكداً أن قداسته يتشارك معهن الرغبة الحقيقية للسلام ويقدم صلواته على نية نجاح مساعيهن في الوصول إلى العدالة الاجتماعية والحياة الفضلى من أجل البشرية، مشدداً كذلك على ضرورة العمل الجاد والمشترك لتحقيق ما هو أفضل للمرأة وعموم المجتمع. وفي كلمة ألقيت نيابة عن عمدة باري جاء فيها إن انعقاد المؤتمر هذا العام إنما يؤكد رغبة المدينة وأهلها للتشارك والفعالية في صناعة حوار عادل وشامل يقود إلى السلام للجميع. من جانبها استعرضت رئيسة الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية ماريا جيوفاني أهم منجزات الاتحاد فيما يخص المبادرات النسائية التي تم العمل بها من قبل المنظمات والأفراد على حد سواء. We have thought, of course, as Christians, we think we have to support with our prayer, with our solidarity, the women from this part of the world. Second is to ask also to do something together, because I'm sure that we are convinced that we can learn from women from Middle East, because Christian women are living in the Middle East or in this part of the world. Are not the majority of the population, so they have been used to create bridges with the other religions, with other people, and so they are like masters, artisans of peace, of reconciliation. For us, also for me now, well, I live in Italy, so we are receiving all these immigrants. So sometimes we don't know how to behave, what to think about. So it is important to listen to those who are already experiencing this activity of solidarity or friendship or mutual respect, I would say, which is the first thing. And so for us, it was important also this receiving. Not only, you know, usually we have the idea that when we go somewhere, we give. No, it's mutual. We have given something, but we have received on the other side. So this was the second thing. So to listen, to learn how to behave, how to react, or how to be in contact with the different mentalities or different religions. And then the third is to, as I said before, to create this, what can we do together, this new possibility for the future. So links, let's say, right? Links which can be, yes, of solidarity, of prayer, but also of concrete projects. And for example, it was interesting that the same women from Middle East, they proposed to be involved in this worldwide organization. In this way, they can feel part of this universal church, not only reflecting their reality, but they can widen their ideas, their mentality, but at the same time they can receive. So it's, as I said, it's a mutual helping. كما قدم الوفد الأردني المشارك في المؤتمر ممثلا بمدير مكتب نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان شهادة عن الدور الأردني البارز في دعم صمود المرأة العربية فيما تتعرض له من ضغوطات بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تمر بها المنطقة العربية عموما. الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليك أرادت من هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في باري الإيطالية أن تستكمل ما تمت مناقشته في المؤتمر الأول عام 2013 في عمان، والذي كان يبحث في مواضيع تهم المرأة وخاصة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وما تعاني في خضم الأزمات الإنسانية والأزمات العالمية التي تمر بها.
والذي تأثر بها المواطن العربي، العائلة، الأطفال، وخاصة في المناطق التي هجروا لها، في المناطق المجاورة للأماكن التي نشأ فيها الصراع. فالورقة التي قدمتها عن الأردن ووضع المهاجر العراقي أو السوري والوضع الإنساني الذي يعيشه، طبعا هنا أنا ذكرت إنه المساعدات التي الأردن تقدمها فيما يخص الحالات الإنسانية، إن كان قيادة، حكومة وشعبا، وأيضا مساعدات التي تقدمها الكنيسة من خلال المنظمات الإنسانية المحلية في الأردن، ومن خلال أيضا كاريتاس. أيضا كمان التوصيات التي قدمتها إنه إيجاد حل سلمي وعادل لكل المناطق المنكوبة، أنها تحصل على السلام، تحصل على السكينة والأمن والأمان، وأيضا أنه هالعائلات تقدر عند إيجاد حل أنها ترجع وتعود لبلادها وتنمي بلادها. الاتحاد طبعا من خلال النساء الممثلة فيه لهم صوت، إن كان في المجلس الحبري للعدالة والسلام في الفاتيكان، أيضا لهم صوت في الأمم المتحدة. فالورقة والتوصيات التي سوف يتم نشرها من خلال هذا المؤتمر سوف ترفع إلى اللجنة المختصة بما يخص مواضيع العائلة والأطفال للأمم المتحدة، وأيضا هذه الورقة سوف يتم رفعها للمجلس الحبري للعدالة والسلام. سوف تؤخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات، وصوتنا مع صوت المرأة بكل أنحاء العالم، منضم ونرفع صلاتنا لربنا أنه يحل السلام، يحل الأمن، أنه هالعائلات تتجمع شملها. أتمنى تحقيق الأمان للجميع بما يخص كل البلدان اللي إجت، خاصة العربية اللي إجت وحملت أمالها وأحلامها وحملت ألامها. طبعا نحن صوتنا كمرأة وكدول عربية، خاصة أنه كان في تمثيل عربي غني من الأردن وفلسطين أراضي المقدسة ومن العراق ومن مصر ومن لبنان ومن سوريا، فنحن كمرأة عربية منضم صوتنا مع صوت النساء من كل أنحاء العالم، إنه نقدر نحدث تغيير، نقدر نعمل فرق في هذا العالم. وصلينا في النهاية ورفعنا الصلاة من أجل السلام، إحلال السلام في كل العالم. وفي ختام جلساته التي استمرت 5 أيام وتخللها نقاشات ومداخلات هامة من النساء المشاركات، أصدر مؤتمر نساء في صنع السلام جملة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة الالتفات إلى وضع المرأة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حروبا ونزاعات دامية بعد تنامي العنف فيها، داعيا المؤتمر إلى أهمية نشر ثقافة الحوار وبناء جسور التلاقي والتسامح. كما أوصى المؤتمر بضمان حرية الفرد في ممارسة شعائره ومعتقداته الدينية والصلاة كذلك من أجل حل عادل وشامل للحروب والنزاعات في جميع أنحاء الأرض، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى أوطانهم، وتقديم كل ما يلزم لدعم صمود وشجاعة المرأة في الشرق الأوسط التي تعيش على تماس مباشر وغير مباشر مع التطرف والعنف والمهددات، أيضا بأجندة حروب تعلن باسم الدين، مع التأكيد أيضا على دعم النساء المسيحيات الجادات والساعيات نحو صناعة السلام. العمل في العراق ليس بسهل، لكنه يعني شيق، لأن التنوع مو دائما بس موضوع التعقيد، هو موضوع الغنى أكثر من تعقيد. فعندما نعمل على بث روح ثقافة احترام حقوق الإنسان، نرى فرق في فهم وفرق في استيعاب الرسالة، وهذا مهم جدا. ونرى بأننا كمسيحيين لنا يعني لنا واجب أكبر من أي أحد، لأننا لنا أكثر مادة وأكثر مسؤولية حسب مبادئنا عن حماية وفرض احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. وختاما نقول إن هؤلاء النسوة اللواتي جئنا من كل حدب وصوب
وهن يحملن قصص تحدي وإنجاز وإيمان وثقة بأن دور المرأة حقيقي وكامل وأساسي في بناء السلام في العالم والصلاح في حياة المجتمع والأسرة، رغم ما واجهته من معاناة خاصة في منطقة الشرق الأوسط. أبرز التحديات التي تواجه المرأة اللبنانية اليوم؟ التحديات كثيرة، هي ما بين دورها كامرأة مسيحية بدها تبرز وبدها تعطي وبدها تساعد وبدها تكون السباقة بالعطاء، وما بين الضغط اللي عم نعيشه. نتمنى من هذا المؤتمر ومن بيانه الختامي أن نخرج بأشياء فعالة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط، وهناك فكرة أن السيدات الشرق الأوسط تكون لجنة فيما بينهن من أجل أن يحفزنا الجميع على العمل من أجل السلام وبناء الجسور أينما كنا. Wonderful work, but the stories of this work are not being told, and stories are a powerful way of starting a dialogue and of being the point of creating a change in the world. And so Voices of Faith, with the support of Cardinal Parolin, have been able for the past 3 years to come to the Vatican on International Women's Day and invite women from around the world who do incredible work in the church. We're actually here to support our sisters from the Middle East, from Jordan, from Palestinian, from the Middle East. In general, we are here to actually support our sisters, and then I'm very happy to hear the reports they gave from the different countries on what they are going through, and then how the women, the part they are playing to bring peace to their different countries. مهم جدا بأن بعد هذا اللقاء يدرك الآخرون الذي هم من خارج الشرق الأوسط بأن المرأة في الشرق الأوسط هي حقا قادرة على أن تخلق فرقا، لكن حوارات جميلة وأحاديث متبادلة لا يكفي. هدفنا بس نرجع صورة المرأة مثل ما يسوع من 2000 سنة اقترحها علينا وتشوهت عبر العصور. إذا بتتذكروا يسوع مع مرتا لما قالت له إلا لأختي تقوم تساعدني بالمطبخ، إلا أختك اختارت الخيار الأفضل. شو يعني؟ يعني تقعد تسمع ليسوع، تصير تلميذته وتروح تعلم باسمه. We concluded at the end of our meeting that the first thing we need is going back to the great value of family, which is love and gathering. Through these two, we can go back to our family, and we have to spend much more time as the influence of each and everything we have just mentioned. The tools of technology, it's not technology that affecting us, it's the misuse of this technology that makes it worse and we reflect on our life. Plus, we need to love each other, because family at the end is based on the bond of love, nothing else. ومن هنا تخاطب المشاركات العالم ويقولن بالصوت العالي: نحن سنبقى صامدات وراغبات في صنع السلام ونشر قيم المحبة والتسامح من أجل الأوطان والأبناء.